أعرفكم على أختي مريم، نسميها في البيت الفلتة، تهتم بالتفاصيل وتخلص كل شيء بسرعة. عيل قد شفته وزوجة تجهز قبل ريلها؟ أسرع واحدة تكتب على الكيبورد، وأسرع واحدة تختار ثيابها، قلت لكم، وأسرع واحدة ترد على التلفون. ألو، مرحبا أختي، معك من شركة الاتصالات، في مشكلة بخطك واحتاج الرقم اللي بيوصل لك. ثواني 404-405. أوبا، شو فايدة السرعة الحين؟